أسامة مرحبا. مرحبا بكم. تعرفوا عليك؟ أنور رابح. مرحبا بك سي أنور. متقاعد في سن مبكرة. أي متزوج وعندي زوز أبناء. إن شاء الله ربي يخليهم. مسيو حبيت تحكي معنا بخصوص الوضع المعيشي. الوضع المعيشي يمشي في وضع رديء جدا. أي كيفاش؟ الوضع المعيشي ما عادش خالتين على قوت صغارنا. انت تخدم انت وزوجتك ولا وحدك؟ لا وحدي. انت مسؤول؟ انا مسؤول كل شيء. صعيبه المسؤوليه وحدك؟ صعيبه بيان سور. يقرا في الثانوي تعليم ثانوي واساسي. مصاريف صعيبه ياسر. شنو عامل في ظل الوضع هذا مسيو؟ هل قادر انك توفر كل شيء؟ قادر انك تقتصد في المصروف؟ لا ديما فروش. نستنى وقتها نخلط الشهريه نتاعي تبدا صفر. نتمنى في النهار اللي نلقى شهريتي كامله وصلت صفر. لا صفر معليش ديما فروش. لبرمي نصوم لو 25. اما بيك تمشي تلقى شهريتك كامله باش تجبدها كامله؟ يا بنتي نمشي يصبوا لي شهريه نلقاها صفر. يا رسول الله واضحه. شنو تعمل؟ نعمل نعاود ندخل في الروج. بالروج مرة أخرى؟ عايش بالروج معناها؟ جي العشية باش نمشي نجبد فهمني باش نرجع في الروج مرة أخرى. ما تنجمش تخلص الروج؟ ما نجمش تخلص الروج. نعاون في روحي شوية خدمة هكا فهم باش نخلص الكريم باش نخلص كرا داري. كاري هو الكري هو المشكلة الكبيرة. بيع واحد كاري ب 600 راه فهمت زوز بيتات زوز بيوت 600 ألف في قلب العاصمة ولا في برد؟ في برد كاري في برد الحق بلايصه باهيه نظيفه ما غالي في برد فهمت باش نقول لك هو فهمت كيما قلت لك هو الكري هو المشكله الكبيره معناها يقول القايل 600 نجم تزيدهم انت لروحك فهمت هاي نزيدهم لروحي بون هذاك الله غالب واحد بالرغم كنت نخدم في شركه عقاريه ما مانيش قابلها حكايه ناخذ كريدي باش نخلص. هو ما فماش انسان يحب على الكريدي. نخلصهم 200 ولا ما تجيش ما يقبلهاش المخ فهمت وليت واخترت انا باش نعيش في الكراء. اخترت اختيار هذاك باش نعيش في الكراء. معناها خممت قبل انك تاخذ دار؟ خممت قلت لك نخدم في شركه عقاريه وخممت باش ناخذ دار مي لقيت فهمت انا الوضع ما يسمحش شنو ناخذ كريدي فما نخلصوا تروافا. و لوجيك راهو على فكره. فهمت علاش؟ علاش انت معناها 100 مليون كيما قلت باش تخلصها 200 مليون، على قداش مثلا؟ على قداش من عام؟ بون كي باش تاخذها على قولوا قداش من عام باش تقعد تخلص؟ 20 سنة 20 سنة. الدار اللي كنت تشريها انت ب 100 مليون توا نقولوا لو فلوسك حاضرة. 20 سنة القدام باش تولي لك ب 300 مليون الدار هذيك، يعني هما يعرفوا يتصرفوا. يعني يعرفوا حساباتهم. مياش عدل. لا هو شوف يا مسيو انت فهمتني شنو نقصد ولا فهمتك اي هو السكن شنو هو انت ماك باش تخلص 200 مليون فوا دو مثلا خاطر عارفين اللي 20 سنه القدام هي باش توصل سومها هكاك. سامحني انا تونسي ولا صحيح تونسي وين باش ندفن اون فانت كونت في تونس في تونس دونك ارضي هذايا ورد جدودي علاه ما نكسبش طرف تراب وعندك الف حق مسيو اي على ما نقسموش التراب نحن احنا شويه في تونس كان هو كان عطش ربي رانا الكلنا سافا والكلنا لاباس شوفوا الصين قداش اش عاملين تينا احنا شويه كيفاش ما تجيش هذي فهمت هنا نتكلم مع الزمان يعني قلت تاخذ دار وتقعد تخلص فيها تصبح في الاخر مليك خير من اللي تقعد كاري حياتك الكل. لا لا نبقى كاري حياتي الكل خير من العذاب ومن بعد نعذب صغار جايب انا زوايز صغار نقريهم مليح والحمد لله وان شاء الله لاباس فهمت واحد يحمد ربي خاطر صحيح انا تعب اما نشوف في غيري اكثر مني تعب فهمت نحمد ربي واحد عايش كريم ولاباس يا ربي تعطينا صحه بدانا وراه ما يحك لك كان ظفرك في الاخر صحيح فهمت صحيح زايد ما يحن عليك حد وهذيك بلادنا وربي يسترنا وواحد يطلب اللطف من المولى عز وجل كهو معناها خاصة معناها العبيد اللي ديما تاخذ في الروج تجبد معناها في الروج تاخذ في قروضات تبدا ماهيش مرتاحة نفسانيا
مياش مرتاحة سامحني، توا الضو باك الحسب محسوب من الثورة، لا محالة، هي ثورة مياش أنثى، طلعت ثورة ذكر ما جابت شيء، فهمت؟ واضحة العملية، الضو ولا تروافوا البري، الماء حدث ولا حرج، فهمت؟ شوف شنو هي حكاية لوناس هذيا، شوف معناها قدات كونسومي ماء وشوف لوناس قدات تاخذ، مياش معقولة، مش معقولة لوناس قدات تاخذ، اش قاعدة تعمل هي؟ تي ديما فيضانات وديما نشموا في الروائح النات، اش قاعدين يخدموا لوناس ترى؟ تصب مطرة سي البلاد تفيض، فهمت؟ كيفاش هذايا توا يجيك الماء؟ والله استنى السوشي عندي خلصت الماء اليوم انا 240 دينار ولا 41 بون، والله مياش فوق يا اما خلصتها اليوم، والله 200 هاني هاني خارج من الجامعة فاتوره واحده يعني، اي فاتوره والله 241 دينار قسما بالله، والقران والرحمن والعواش. اي ليه صادق مسيو، هذه هي الاسواق الضو يعني. 604000 604000 الضو، فاتوره 604000 يفر لوج عاد. علاش ما نفهم شيء في الحكايه، نجي نقرا فاتوره الماء ما نفهمهاش، نقرا فاتوره الضو خالص من بعد تو نشوف باهي. فاتوره واحده ياسر مسيو 600 وحاجه يا بيخرجوك معناها ابخي تو، هي دار ماهيش معناها قصر ولا ماهيش قصر، يا الدار عاد استهلاك معناها كيما يستهلكوا الناس الكل. الناس تاخذ في 180000 هكا الكرني الابيض بالله، شيء يدوخ، عنده انبوبه ومش عارف ترى شنو يجي يقول لك فهمني، الضو 150 الضو استهلاك عادي معناها كيما الناس الكل. والله العظيم كيما نحكي لك مش عادي. شنو الاستهلاك اللي عندك مسيو؟ ما نعرفش شكون يبيع لنا في الضو، نحن امريكا حاجات اللي عندك تستهلك فيهم برشا معناها استهلك، ما عندي شوفو صحيح عندي كليماتيزور اما ما نخدموش ديما نهار اسبوع معناها فما شو التلفزه الحق التلفزه تخدم، ما عندهم حتى جو اخر كان التلفزه فما ما تاكلش فهمتني، ومانيش عارف هذيك هي. قلت لي ما عندكش برشا استهلاك؟ ما عنديش برشا استهلاك رغم هذا تجي الفاتوره غاليه برشا، تجي غاليه ياسر. و باش نختم معناها ان شاء الله تتحسن الامور وكا هو فهمت، ان شاء الله تصير انتخابات بلديه ونشوفوا وضعيه خير وكا هو. خلي لك الكلمه الاخرى مسيو، هاني قلت لك عاد ان شاء الله تصير انتخابات بلديه ويجونا عباد يرفقوا بنا وربي يستر تونس.